استنى يا حبيبتي انا هفتح ده تلاقي العريس نسي المفتاح من كتر الرقص. معقوله؟ اه طبعا. ايه ده دول الصحيين؟ تعالى يا ادهم انا عايزاك. يا اهلا يا اهلا. تعالي اقعد جنبك هنا. تعالي اقعدي. انا عايز اسالك سؤال قدامهم كلهم اهو. انا عارفه انك انت ما بتكذبش. انت خطبت ايناس ليه؟ الناس بتخطب ليه؟ ادهم ما تردش عليا بسؤال بسؤال. انت خطبت بنتي شفقة؟ يا طنط الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ ولا سميها ايه؟ بعد اللي انت عرفته ده جاي تخطب بنتي دلوقتي؟ على فكره انا بفكر في الموضوع بقالي فتره، كنت ناوي اعمل كده اول ما ارجع من السلوم، بس حصل اللي حصل واتصبت ورجعت متاخر. فلقيت ان اكتر وقت مناسب ان انا اعمل فيه كده يوم كاتب كتاب علي وفريده، وبعدين انا ما عملتش حاجه غير لما سالت خالي الاول. يعني انت بتحبها؟ امال يعني يا حبيبتي؟ متجوزها راضي نفسي. اكيد بحبها طبعا. الا بقى لو انت مش موافقه اتجوزها لي. ربنا يريح قلبك. صدقتيني وطمنتي. يلا بقى نروح شقتنا. يلا عشان تنامي وتصحي من بدري. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير. طول الان. تصبحوا على خير. تعالى عايزاك اقعد. وانت فاكر نفسك كده هتقوم تنام من غير ما اقررك؟ ما انت عرفتي كل حاجه. لا مش كل حاجه. عايز تعرف ايه تاني؟ مليحه. مالها؟ انا حسيت في لحظه انك هتقولي انا هخطب مليحه. ايه اللي بتقوليه ده يا ماما؟ حضرتك ناسي انا بشتغل ايه؟ انا ضابط في الجيش المصري، يعني ما ينفعش اتجوز غير مصريه. عارفه بس حسيت ان في نظرات كده اعجاب منها. ما اظنش يا ماما، هي بس زيها زي اي بنت، شايفه بنات بتتخطب وبتتجوز وهي عيني عمرها ما حياتها كانت مستقره. حتى الحاجه الوحيده اللي نفسها تعملها انها ترجع بلدها مش عارفه تعملها. خلصنا تقرير؟ خلص. عايز تعرفي حاجه تانية؟ لا اقوم انام. بس خدني معاك. تعالي يلا. اشترك في باقات واتش الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.